throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من قناة بلاك بيرد جيمر. مثل ما هو واضح في العنوان، أصعب تحدي في اللعبة هو إنه بدي ألعب في عصا البيجنر كوي اللي بيكون أضعف عصا في اللعبة. بدي ألعب على 50 مليون. قبل بداية الفيديو بدي أشكركم على 2500 مشترك. عملت أنا مسابقة على حساب 10 ملايين. الفائز راح يكون ضمن هذا الفيديو، هتشوف في نص الفيديو اسم الفائز على حساب 10 مليون كوينز. خليكم مع الفيديو، مع السلامة. Te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, tú eres puro. مثل ما شفتوا يا شباب، التحدي صعب كثير. خسرت اول شيء على 50 مليون، خسرتها، وهلق عم بلعب على 30 مليون. بس قبل البداية خلونا نعمل السحب على الفائز. خليكم على الفيديو. اول شيء راح نفوت على الموقع اللي بيختار الارقام العشوائية، منفوت وبنحط الرقم من 0 لل 300، الرقم اللي انا حطيته في الشروط للمسابقة. نحط 0 و 300، بنحط على جينيريت ليطلع الرقم العشوائي. مثل ما شفتوا يا شباب طلع الرقم 55. بنروح على اليوتيوب بندور على اول تعليق 55. بنروح على اليوتيوب بندور، بننزل اول تعليق 55 هو الفائز. طبعا يا شباب اذا كان في تعليقات متكررة 55، انا بدي اختار اول رقم 55. بننزل وطلع عنا رقم 55. أول رقم 55 عمر رجب هو الفائز في الحساب 10 ملايين. بس خلوني أول شيء أنسخ رابط قناته منشان ما حدا يعمل قناة على نفس الحساب. مروح على قناته، ننسخ الرابط منشان ما حدا يعمل قناة تانية على نفس الحساب وعلى نفس اسم عمر رجب. ننسخ رابط قناته، والفايز عمر رجب يعلق تحت في الفيديو، وانا بدي اخذ رابط قناته وبدي اشوف اذا رابط القناه نفس رابط القناه اللي انا نسخته في هذا الفيديو. وبس يا شباب خليكم مع الفيديو، ومع السلامه. ولا تنسوا يا شباب تزوروا صفحتنا تحت في الوصف، كل يوم رح نعمل توزيع هنيك ان شاء الله. التوزيع اللي على اليوتيوب رح يلتغى، رح يكون كلياته على الفيسبوك.
وبس يا شباب، هذا هو الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، ومع السلامة.